ربنا يدي نعمة وبركة للخدام رفيق وسانتي وبولا، واحنا نتمنى خدام اكتر ينضم على الخدمة دي، ان بارتيكولا تبقى خدمة الكتاب المقدس اسبوعيا يوم الاحد من 6 ل 7، هي ساعة واحدة ان شاء الله. يفضل تجيب كتاب مقدس معاك، تفتح سفر زكريا، هناخد مقدمة النهاردة ونستقبل الانتر اكشن بتاعكم. لو انتوا عايزين تسألوا ممكن تكتب سؤالك في النوتس، ممكن ترفع ايدك لو عاوز تسأل، والخدام اللي هم الهوست هيدخلوك في الوقت المناسب. المهم نطلب من ربنا يفتح عينينا وقلبنا على كلمته الموحية. ربنا يبارك حياتكم، وتفضل رفيق. ربنا يخليك يا سمون. طيب كل سنة وانتم طيبين. أنا بس هشير السكرين فيرست بعد إذنك يا بولا، خليني تديني permission. try كده في طيب. نو لسه شوية لحد ما بولا يدينا يعني يقدر يدخلنا على السكرين. بصراحة الواحد فرحان جدا انه يعني في وسطيكم فاتحين كتاب مقدس كلنا مع بعض كده، وأبقنا في وسطينا حاجة بصراحة تفرح وجميلة خالص. وزي ما بيقول أبونا داود يعني ياريت كلنا يبقى معنا الكتاب المقدس مفتوح. أرجوكم يعني أضيف على كده، أرجوكم مش على الموبايل بس يعني لو تسمحوا يعني يكون كتاب مقدس قصادنا نفتح ونتحرك فيه ونقلب فيه كده ونتمتع ونتلذذ بيه. فحلو لما معانا الكتاب نفسه ونفر فيه بنفسنا ونفلح فيه كده ونعلم فيه ونكتب فيه، حاجة جميلة خالص معزية لينا كلنا. طيب احنا النهاردة هنجرب كده بتهيألي كده هيشتغل. شكرا. طيب السكرين موجودة كده تمام اتفضل. شكرا. طيب فكنا بنقول ان يا ريت الكتاب المقدس يكون معانا كلنا مفتوح. النهارده اللي هنعمله زي ما قال ابونا داود هنبتدي نعمل مقدمه. المقدمه هنتكلم في الاول عن الكلمه نفسها والكتاب المقدس، وهتلاقوا هناخد تشبيهات للكلمه او وصف للكلمه عمله الكتاب المقدس نفسه. من الوصف الكلمه نفهم الكلمه، وده اللي علمه لنا ابانا، من الكلمه نفهم الكلمه نفسها. ويعني هنعمل كده، ده مهم بالنسبة لنا قوي. ليه؟ لأن إحنا عادة بنكتشف إن إحنا بندرس كتير الكلمة بس مفيش حاجة بتحصل. ساعات كتير أنا مثلا بدرس بفتح كتاب مقدس وأقرأ فيه بس مفيش حاجة بتحصل. المفروض الكلمة دي مش كتاب بدرسه أو بتعلمه، لكن هو كتاب للحياة مفروض أعيشه. فمفروض لما نقرأ الكلمة مفروض يكون لها تغيير وتأثير في حياتنا. فساعات كتير بنقرا الكلمه وما بنلاقيش التغيير ده، او ساعات كتير بنقرا شويه كم يوم وبعدين نزهق، او نقرا حته ونلاقيها صعبه في يعني قافلينها. لكن من خلال تعريفات الكتاب نفسه للكلمه نقدر نعرف ده بيحصل ليه، ونقدر نعرف ازاي نتمتع، ونقدر نعرف ازاي نتغير، والكتاب يكون فعلا لحياتنا حاجه لنمونا يعني. فدي أول نقطة، هنمشي شوية بسرعة كده على الكتاب المقدس في وصف أو فهم للكلمة من الكتاب نفسه. وبعد كده هناخد بنعمة ربنا مقدمة كده زي مقدمة في خلال العهد القديم وفي خلال بالذات فترة الأنبياء، ودي مهمة جدا لينا برضو، لأن من احنا بندرس بالذات دراسه الانبياء واحنا بندرس الانبياء، لو احنا مش داريانين او واخدين بالنا من اللي بيحصل حواليه من احداث في الفتره دي او ايه ظروف الكتابه دي، هتخلي حاجات كتير تفوتنا في الدراسه. في ايات كتير مش هنقدر نفهمها كويس، وفي احداث ممكن كنا نتعلم منها حاجات مش هنقدر نتعلم لان احنا مش عارفين الجو اللي حوالين السفر او النبوه دي. فهناخد كده زي
فترة كده نبص على الحاجات التاريخية والأحداث المهمة اللي حصلت في الفترة دي، فتستحملوني في الجزء ده، وبعد كده هنعمل زوم إن على قد وقتنا ما يسمح، يعني زوم إن على الفترة اللي هندرسها وهي حوالين زكريا وبالذات الثلاث أنبياء الأخرانيين. ربنا يدينا كده نعمة ونصلي كلنا إيه ربنا يكمل. أول نقطة زي ما قلنا هناخد شوية تشبيهات عن الكلمة من الكلمة نفسها. يا ترى الكتاب المقدس قال عن الكلمة إيه؟ أول حاجة هتلاقوه قال عليها إنها إيه؟ مطر. يعني إيه مطر؟ دي جت في سفر أشعياء الحقيقة. سفر أشعياء 55 قبل الآية دي اللي موجودة قصادكم على السكرين، أتمنى تكونوا شايفينها. قبلها على طول الله اتكلم وقال إيه؟ أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. يعني إيه؟ يعني كده يعني أنتوا مش هتقدروا تفهموني، كأنه بيقول لنا كده حاجة محبطة جدا إن نشوف حاجة زي كده. طب يا رب نعرفك إزاي؟ راح آية على طول بقى الآيات دي، كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلنها، ركزوا بقى معايا، واحد تلد، اتنين تنبت، ثلاثة تعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. بيكملها بعد كده اللي يعني اللي يبص على الآية بعد كده هيقول لي إيه؟ بل إنها لا ترجع إلي فريدة بل تعمل ما سررت بيه. فالكلمة هنا بيشبهها على إنها مطر. حد في الدنيا شاف مطر بينزل في الأرض وما بيعملش حاجة؟ حد شاف مطر؟ دايما المطر لما ينزل بعديه في خير، في خضرة، في حاجة بتخرج، في زرع، في خبز للآكل، زرع للزارع وخبز للآكل زي ما بيقول الكتاب، في حاجة لازم تحصل بعد كده. فالكلمة هي مطر في الحقيقة، لازم يحصل بيها بعديها حاجة. فنكون لما نكون بندرس الكلمة يكون عندنا الإيمان ده إن إحنا في مطر بينزل دلوقتي، فأستنى زرع أو أستنى حاجة تخرج منه. لما يكون عندي الإيمان ده بقدر أنتظر وأقدر إيه، لو أنا يعني أخد وقت شوية في الدراسة، لو أنا بمل أستنى عمل المطر ده في حياتي. الكلمة زي ما بنقول من المطر هي زرع كمان. تفتكروا مثل الزارع ده، الكلمة دي جاية من إنجيل لوقا من مثل الزارع، لما اتكلم عن الأرض الجيدة قال عليها إيه؟ حد فاكر؟ قال إيه؟ هو اللي بيتكلم عن الأرض الجيدة في نفس المثل، هو الذين يسمعون الكلمة يحفظونها في قلب جيد صالح يثمرون بالصبر. سهل علينا إحنا نعمل الأولانية دي، يسمعون الكلمة دي سهلة، يحفظونها في قلب جيد صالح جايز تكون معقولة شوية نعملها، ناخد الكلمة ونركز فيها. لكن يثمرون بالصبر هي دي اللي ساعات كتير بتفوت عليا وعليكم، ما بنقدرش يكون عندنا الصبر الكافي ان ننتظر ان الكلمة تعمل ثمر في حياتي. فعشان كده بقرأ مرة يوم ويومين وثلاثة وبعدين مثلا ايه ابطل. لازم اتعود اللي عايز الكلمة تشتغل في حياته يعرف ان الثمر بتاعها بيجي بالصبر بالوقت، لازم انتظر ثمر، في ثمر جاي من الكلمه بس عايز شويه وقت. احلى من العسل وقطر الشهاد، احنا كلنا هنا مصريين بنحب الاكل والحاجات دي. الكلمه طعمها لذيذ، وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي الفرح ولبهجه قلبي، تكمله الايه لاني دعيت باسمك يا رب اله الجنود. ايوه كنا اول ما تعلمنا خدمه كنا بنحفظها، كنا بنحفظ ايات كده مع مجدي اسحاق، الدكتور مجدي اسحاق، كان قعدنا فترات سنين خدمة وكان يعلم لازم نحفظ آيات، فمن ضمنها الآية دي أحلى من العسل وقطر الشهد. لكن لما بيشبهها بالأكل بيشبهها بالأكل، معنى كده إن لازم يدخل جوايا وأهضمه واستوعبه. فإن كنت الكلمة عشان أستطعمها لازم تدخل جوايا وأهضمها واستطعمها. يقول عليها لبن، بس يقول عليها إيه في بطرس الأولى؟ لبن عقلي عديم الغش. يعني ايه لبن عقلي عديم الغش؟ زمان كانوا بيعملوا ايه؟ اللي عارف من ايام زمان اللبن كانوا يزودوا عليه ميه يغشوه. فاللبن ده ضروري للنمونة زي ما الكلمه بالظبط ضروري للنمونة، لكن هي لازم تكون ايه؟ غير مغشوشه، عديمه الغش. ازاي نخلي الكلمه عديمه الغش؟ سهله قوي، احنا زي ما بنعمل دلوقتي قاعدين بنتكلم، نفتح الكتاب سوا كلنا في وسط الكنيسه في وسط ابائنا، ده يضمن لنا ان الكلمه تكون عديمة الغش. الكلمة دواء، وعندنا أمور كتير يعني ساعات كتير بنتعب من حاجات، ما يكونش فيه سلام، whatever، في أمراض كتيرة يقول إن الكلمة دواء، أرسل كلمته فشفاه. الكلمة كمان مراية، النقطة دي أنا بحبها قوي والآية بحبها قوي. ليه؟
لان ساعات كتير يعني هو بيشبه الكلمه كانها مرايه. ساعات كتير بقف قصاد المرايه، مرايه الكلمه، وبص واشوف حاجات وبس وما اعملش حاجه. الايه دي تكملتها هقراها لكم: ان كان احد سامعا للكلمه وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرايه، يعني واحد شاف وشه في مرايه. وبعدين بقى تكملت الايه بيقول: فانه نظر ذاته، يعني شاف نفسه، ومضى وللوقت نسى ما هو، يعني بص شاف نفسه وخلاص ومشي. بعد كده تخيلوا ان واحد النهارده الصبح انا ببص في المرايه شعري منكوش، لقيت شعري منكوش، قمت ماشي برضو ونازل الشغل ما عملتش حاجه. هو ده اللي بيقول، هو لو انت ببص للكلمه، لو انت بتشوف الكلمه كمرايه بتشوف فيها نفسك وذاتك، وربنا بيشاور على امور في حياتك من خلال كلمته، المفروض ده يتحول لعمل بنعمه ربنا. نقطة مهمة قوي برضو بتخلي الكلمة فعالة في حياتي. الكلمة زي ما بقول عليها في أفسس سيف الروح، كلمة دقيقة جدا. سيف الروح يعني، يعني الروح عشان يحارب جوايا محتاج سيف، إنجاز التعبير طبعا. السيف ده هو الكلمة، سيف الروح الذي هو كلمة الله. يعني لو عايز الروح القدس يشتغل جواك بقوة ويحارب جواك وفي جهادك، محتاج سيف الكلمة. يقول عليها مطرقة تحطم الصخر، تحطم بقى كل حاجة، كل ممكن مشاكل، كل حواجز مع أولادي، كل حواجز في بيتي، تحطم الصخر. وكلمة نار في الحقيقة عشان تنقي حياتي. فالكلمة مطر، زرع، قلنا عليها طعام أو عسل، لبن، دواء، مراية، وسيف ومطرقة ونار. لو شفت الكلمة بالمفهوم ده هقدر استفيد منها وهقدر أنمو منها. تعالوا نبتدي كده ببساطة نتكلم عن كلمة الله. الله يتكلم في كتابه، كلنا عارفين الكتاب المقدس مقسوم عهد جديد وقديم. احنا اللي عايز، اللي بيحب يحفظ، وكتير منكم اكيد عارفين، بصوا هتلاقوا 5 و12، احفظوا 5 و12 هتلاقوا حفظتوا التقسيمة بتاعت العهد القديم تقريبا. اكيد قد خدتوها كتير، ما ممكن خدتوها في مدارس الاحد كمان. فخمس اصفار موسى، وبعدين الاصفار التاريخية 12، وبعدين الشعرية 5، وبعدين الأنبياء الكبار والصغار 5 و12. يبقى 5 و12 يخلونا كده ناخد العهد القديم كله، يضاف عليهم طبعا الأسفار القرنية التانية. هنركز احنا في العهد القديم، وزي ما قلنا هنركز في نبوات الأنبياء الصغار. أول حاجة هندرسها هتكون الفترة الأخرانية زي ما هنشوف بعد شوية. طيب من فضلكم نعمل حاجتين واحنا بندرس. أول حاجة، واحد كلمة، افتكروا دايما ان الله هو امس واليوم والى ان. هتلاقوا وانت بتدرس وانت بتفتحي كتابك وبتدرسي احداث تشابه احداث في حياتك مثلا او في حياتك، في امور مشابهه. لو سمحت افهم ان الله هو امس واليوم والى الابد. فخدوا الاحداث دي ونحاول نشوف ايه ازاي اطبقها في حياتي. اب اعترافك موجود معانا، اباء بيحضروا يعني بيعملوا معانا مجهود، يعني ربنا يعوضهم في الفترة الصعبة اللي أكيد بإذن الله تعدي علينا كلنا بإذن ربنا، ونطلع منها كلنا أقوى لو إحنا مع بعض بندرس كلمة ومتمسكين بالكنيسة، متمسكين مع أبائنا، بإذن الله نطلع أقوى بكتير. فمن فضلكم أول حاجة وأنا بدرس أفهم أن الله الكلم في القديم بيكلم النهاردة ليا وأنا بقرأ الكتاب المقدس. الحاجة التانية، أقرأ بتواضع. يعني يعرف تواضع، يعني مش فاهم اسأل. احنا معانا أبائنا، اسأل الخدام، اسأل، افتح دلوقتي كل سايتات سانتاكلا وسايتات الكنائس كلها موجودة، افتح واسأل وابحث، اقرأ بتواضع. ما تقراش وتقول مش فاهم، خلاص مش مشكلة عدي. فمن فضلكم اقروا وطبقوا على حياتنا، اقروا بتواضع. أنا بمشي بسرعة عشان نفسي يعني بسرعة كده ندخل في مود العهد القديم وفي مود الأنبياء بعدها على طول. حاجتين تانيين مهمين هناخد بالنا منهم وإحنا ندرس بالذات الأنبياء، أصفار الأنبياء. الحاجة الأولانية، إزاي الله بيتكلم عبر الزمن كله. هتلاقوا ربنا في كل زمن وفي كل وقت وفي كل مكان بيتكلم، حاجة جميلة جدا جدا ومعسلة. وزي ما قلنا ان الله بيتكلم دلوقتي، فاللي بيتكلم في القديم ده اكيد هيتكلم معايا النهارده. دي اول حاجه، خد بالك ان الله اللي اتكلم عبر الانبياء كلها، اكيد طالما اتكلم عبر الانبياء كلها مش معقول مش هيكلمني انا النهارده.
الحاجة التانية إن الله استخدم ناس كتير قوي برضو عبر الزمن كله عشان يحملوا رسالته. يا ترى أنا دوري إيه؟ يا ترى بيستخدمنا أنا إزاي؟ ما هو أنا مش معقول أعيش حياتي أو كده كده خلاص، أعيش لنفسي وخلاص. أكيد ربنا اللي استخدم أنبياء وأتقياء عبر السنين دي وعبر الزمن ده كله، أكيد لي عمل ليا أو رسالة المفروض أنا أعملها. يبقى ناخد بالنا، الله بيتكلم عبر الزمن، يا ترى إحنا بنسمع ولا لأ؟ الله بيستخدم كل النفوس وكل في كل العصور ورجال كتير استخدمهم، يا ترى أنا دوري إيه؟ طيب نبتدي بشكل المشهد كده. الأنبياء الصغار كلهم اللي تابع في الأول، إحنا قلنا الأنبياء الصغار دول كام؟ قلنا 12. أنا طبعا مش شايف إذا كان حد بيسأل أو حد عايز يعلق أو أي حاجة، معلش يا بولا بقى أنت قول لي بقى. بس ماشي. كان في حد طالب إنك تحط أول سلايد في الجروب، بس ممكن بعد ما نخلص. وتحب نخلي الأسئلة في النص ولا نخليها في الآخر؟ لا لو بقى يعني على الأقل المقدمة خلينا نمشي فيها مع بعضيها على بعضيها، وبعد كده لو في أسئلة. أما نشير السلايدز وكده بعد إذن أبونا بقى اللي يشوف أبونا يكون. طيب الأصفار العهد الأنبياء الصغار هم 12 نبي، وهم كلهم 67 إصحاح. دي المهمة بتاعتنا، هنعمل منها على قد ما نقدر كده وربنا يدينا نعمة. طيب هتلاحظوا حاجة، كل نبي ليه اسم والاسم ده له معنى. يعني مثلا هوشع يهوى يخلص، بصوا زكريا تحت يهوى يذكر أو يتذكر، أو ملاخي اللي هو رسولي أو رسول. فكل اسم له معنى. الكلام ده يعني يخبط فينا جامد، ما تسيبهوش كده. ده معناه ايه؟ يعني معناه يا رب ان انت لما خلقت هوشع ظهر في العالم سميته باسم، انت عارف ان ليه الرسالة بالمعنى ده، عارف ليه رسالة وان اسمه بيناسب الرسالة، اديته اسم يناسب الرسالة بتاعته. يعني كل واحد موجود واتولد، وقد يكون ربنا مرتب له رسالة، وقد يكون اسمه إذا كان مينا، جوني بقى، بولا. الأسامي ممكن الاسم دلوقتي بيدهن لأهالينا، بس عند الله هو من ساعة ما ولده هو ليه معنى وليه مهمة وليه رسالة. كلام آسف معنى خطير جدا. فده الكلام ده قاله لأرمية، فاكرين لما أرمية في أول إرساليته راح الله قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. اهو ده الكلام ده، لانه هو في خطه لارميه، في خطه لهوشع، في خطه لزكريا، وهكذا. وفي خطه ليا وليك اكيد، في حاجه انت مش موجود كده وخلاص. فنتعلم من الاسامي دي ان ربنا مرتب لكل واحد مهمه معينه في العالم، يا ترى هو عارفها ولا لا؟ ولا بننزل الشغل ونرجع من الشغل ونجيب عيال وبس. طيب نيجي بقى ايه للجزء التاريخ او المقدمه التاريخيه. دي مهمه قوي قوي، لازم نكون عارفينها زي ما قلنا عشان تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل. هتستحملوني بقى في الحته دي. ولو اجين لو حد عايز يسال هنا ممكن يسال، بس انت هتقول لي يا بولا بعد اذنك. طيب التواريخ اللي موجودة قصادكم مش تواريخ دقيقة، يعني تواريخ تقريبية عشان بس تسهل لكم في الحفظ للي بيحب يحفظ. إبراهيم تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد، 500 سنة بعديه تقريبا موسى، 500 سنة بعديه كمان المملكة المتحدة، مملكة إسرائيل. احنا بنقول المملكة المتحدة هي 3 ملوك بس، لكن دايما ايه يعني اهم ملك عندنا بالنسبة لنا هو داود او اشهر ملك. فنقدر نقول إبراهيم 2000 سنة، موسى 1500، داود تقريبا 1000 سنة، تقريبا كده كل 500 سنة حدث كبير. احنا بس بنقوله كده عشان نسهل الحفظ، عشان الناس تبقى دريانة. المملكة المتحدة اللي هي مملكة إسرائيل لما اتكونت بعد عصر القضاء زي ما احنا عارفين، ما استمرش كتير، 300 وحاجة سنة. وطبعا زي برضو ما كلكم عارفين جاء فترة قال الشعب كله، قال يعني كل الشعوب بص حواليه، لأ كل الشعوب معاها ملوك، قال لهم لأ الكلام ده احنا كمان عايزين ملك. فايه عملوا له للملك، القصة قصص المشهورة لكلكم عارفينها.
شاول داوود سليمان ثلاث ملوك بس، وبهوب انقسمت المملكه 931 او 930، ده تاريخ دقيق لحد كبير، ده انقسمت فيه المملكه للاسف. زي ما عارفين اسرائيل اللي هي المملكه الشماليه والمملكه الجنوبيه في يهوذا. طبعا طالما كل بيت ينقسم على ذاته يسقط. بعد المملكه ما انقسمت طبعا كل واحد راح في حته، وكان في شر كتير قوي، ما استمرش الحال كتير، حصل سبي مملكه اشور. بصوا هتلاقوا في التاريخ كل فتره بتيجي مملكه كبيره تبقى تبقى مهيمنه على العالم بلحد كبير، بقى في تاني في ملوك تاني وفي ممالك تانيه حواليها، بس هي من اكبر الممالك. فكان في الوقت ده المملكة الأشورية هي اللي كانت مهيمنة على العالم كله، رغم أن أصل اللي يدور هيلاقي أصل أشور أصلها يرجع لألفين سنة تقريبا قبل الميلاد، يعني تقريبا وقت إبراهيم تقريبا الأصل تكوينها. حصل سنة 722 اللي بنقول عليه السبي الأشور، زي ما أنتوا عارفين السبي يعني تدخل المملكة دي تهاجم المملكة الثانية وتأسر منها شعوب وتاخدهم باك لبلادهم اللي هي أشور. وطبعا أشور دي كانت عاصمتها نينوى، المدينة المشهورة قوي، فكانوا بياخدوهم لنينوى مثلا. لكن اللي حصل في الوقت ده ان بالذات في مملكة إسرائيل السبي الأشوري عمل حاجة بيسموها عملية استبدال. استبدال يعني خرجوا شعب مستمرة ودخلوا أماكن، حطوا مكانه شعوب تانية خالص، في أماكنه شعوب تانية خالص. فاللي حصل لخبطة، ويعني الايدنتيتي بتاعت إسرائيل راحت خالص وذابت خالص، ويعني وفرجت اباوتت كومبليتلي المملكة دي للأسف. لكن يهوذا كانت أقوى شوية اللي هي المملكة الجنوبية، تمسكت شوية. يبقى 931 انقسمت المملكة، 722 حصل السبي الأشوري. شوية وجات المملكة اللي بعديها اللي هي مملكة بابل، ومملكة بابل برضو بعد ما سقطت نينوى دخلت على يهوذا، على المملكة الجنوبية اللي هي كانت فاضلة، وحصل السبي البابلي على أربع مراحل ما بين في ناس بيعتبروهم ثلاثة وفي ناس بيعتبروهم أربعة، لكن هي أربع مراحل انتهت بتدمير أورشليم بالكامل. والسبي البابلي مؤثر أكتر وسبي مهم أكتر بالنسبة لنا وبالنسبة لشعب إسرائيل قوي. ليه؟ لأن هو السبي اللي دمرت في أورشليم، اتدمر الهيكل، أسوار أورشليم انهدمت. ده اللي بيتكلم عليها بعد كده نحاميه لما بيجي بي 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 بيبني الأسوار. فالدنيا اتدمرت خالص، وهي ده المكان اللي تلاقي مناطق كتير قوي في الكتاب المقدس تتكلم عن يهوذا، عن السبي البابلي. في مراسي أرمية شايفين الآيات اللي حوالي طلع لكم، والمزامير ما بتاع على أنهار بابل جلسنا بكينا، كل المزامير، وفي حتت كتير في الكتاب تتكلم ترسي فترة تدمير أورشليم وفترة السبي البابلي. ويعني حاجة تانية اللي بقى واخدين بالنا منها في السبي البابلي والأشوري، الخريطة اللي طلعت لكم دي، سبيين الممالك المملكتين الكبار اللي يعني يعتبروا كانوا أكبر ممالك في الوقت ده جايين على أورشليم، على آسف إسرائيل، لو بصيتوا كده من ناحية الشمال. مهم نعرف ده ليه، لأن هتلاقوا كتير قوي في النبوات يقول مثلا الشمالي أبعده عنكم، لما ربنا يحب يعزي شعبه إيه الشمالي أبعده عنكم، يقصد بيه الممالك اللي جاي لكم من الشمال، أو يؤدبهم بالشمالي، حاجات زي كده. فنبقى في بالنا إنه لما يتكلم عن الشمال، دايما لما يتكلم عن شمال إسرائيل هو بيتكلم عن الممالك القوية اللي جت وسبت شعوب إسرائيل أو يهوذا. حاجة تانية اللي ناخد بالنا منها، هتلاقوا كان حوالين كأنهم محوطين دايرة حوالين شعب إسرائيل من بلاد صغيرة، لكن البلاد دي كانت مزعجة جدا لشعب إسرائيل، وكتير منها ساعد في السبي للأسف، ساعد أشور أو بابل في السبي، أشهرهم طبعا فلسطين وأدوم، مملكة مشهورة قوي أو بلد مشهورة قوي، وبلاد كتيرة حوالين إسرائيل صغيرة كده زي ما انتم شايفين، برضو ناخد بالنا منها لأن بتيجي سيرتها في النبوات كتير، نبقى عارفين دي البلاد اللي حوالين إسرائيل وكانت بتساعد أو ضد أو بتضايق شعب إسرائيل.
بعد السبي البابلي ما خلص جت مملكة ثالثة اللي هي مملكة ميديو فارس بعديها على طول. رغم انها مملكة ميديو فارس دي برضو مملكة كبيرة وقوية، لكن ايه نقدر نقول ان احنا مبسوطين بيها شوية. ليه مبسوطين بيها شوية؟ لان في الوقت ده حصل ايه؟ امر الملك فارس اللي هو كورش الملك بايه؟ سمح بالشعب الاسرائيلي انه يرجع تاني لاورشليم ويبني اورشليم. حصل الرجوع على 3 مراحل، انا هحاول اسرع شويه عشان الوقت. فحصل الرجوع على 3 مراحل ورا بعض كده اهو، وده طبعا اغلب القصص بتاعت الانبياء اللي هم مثلا زكريا او حجاج بتتحرك في المنطقه دي. طيب ايه علاقه ده بقى بالنبوات او الانبياء نفسهم؟ هنقدر نقسم الانبياء الصغار 4 اقسام تقريبا. أنبياء أو نبوات اتنبأت على المملكة الشمالية هتلاقوهم هوشع وعاموس. عاموس صحيح اتولد في مملكة يهوذا، لكن نبوته كلها متوجهة ليه؟ للمملكة الشمالية. ولما نقول نبوات أغلبها عن المملكة الشمالية، مش كلها، في حاجات كتيرة بس مينلي النبوة أغلبها عن المملكة الشمالية. لما نقول إنها عن المملكة الشمالية يبقى ديفينتلي أو غالبا هتتوقع إنها تكون قبل السبي الأشوري، لأن النبوة كانت بتنبههم إن في حاجات هتحصل وفي سبي هيحصل وخدوا بالكم وتوبوا. فالنبوات اللي بتتكلم عن المملكة الشمالية غالبيتها أو كلها قبل السبي الأشوري، قبل 722. عاموس اللي هو جامع الجميز، نبي يعني كان متواضع جدا، هتلاقوا بيتكلم برضه في نبوته على عمون ومؤاب وفلسطين، على شعوب تانية كتير. النبوات اللي اتكلمت على أغلبها على المملكة الجنوبية 4، حبقوك وصفانيا وميخا ويوئيل. ولو إن يوئيل يعني نبوة عامة شوية وهي أساسها عن الروح القدس، لكن بنقدر نحسبها مع المملكة الجنوبية. لكن النبوة تاريخها يقيل من النبوات اللي تاريخها مش واضح قوي، ومفيش يعني نبوة عامة عن حلول الروح القدس وانسكاب الروح القدس على الكنيسة كلها في آخر الأيام. بعد كده النبوات هي مش للأمم في الحقيقة، هي مرتبطة بالأمم. فعبيديا نبوة واضحة خالص ضد أدوم. طبعا أجين لما بنقول نبوات المملكة الجنوبية متوقع ان دي قبل ايه السبي البابلي. نيجي نبوات الأمم 3، عبيديا ويونان ونحوم. يونان اتنبأ نبوته موجودة في الحياة في أخبار أيام، وهو يعني هو نبوته مرتبطة بنينوى، أحداثها في نينوى، لكن هو نبوته موجودة في أخبار أيام، وهو ذاته كان نبوة طبعا عن المسيح. آخر نبوات هي نبوات بنسميها نبوات مسيانية، ودي بعد السبي خالص وفي مرحلة الرجوع، ودي اللي هنركز عليها النهاردة. زكريا وحجاي وملاخي. زكريا وحجاي اتولدوا في السبي. طيب ده الشكل العام. ممكن مثلا نضيف علينا الأنبياء الكبار بس عشان نكمل الشكل، عشان تبقوا عارفين تاريخهم أو علاقتهم بإيه بالأنبياء الصغار. طيب ده الشكل العام. نلاحظ إيه؟ نلاحظ إن كل النبوات تقريبا في حدود 500 سنة، يعني 931 انقسمت المملكة، آخر نبوة تقريبا اللي هي نبوة ملاخي قبل فترة الصمت اللي هي قبل جيل المسيح سنة، يعني تقريبا 500 سنة. دي حاجة. نلاحظ إن النبوات مكتوبة للأمم ومكتوبة لشعب المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، يعني مغطية كل الأنماط والممالك والشعوب اللي موجودة دلوقتي. نلاحظ أن النبوات مفروضة على كل فترة الضيق، يعني طول فترة الضيق من أول من أسبت المملكة لحد الرجوع كان في نبي أو في حد بيتكلم أو ربنا بيبعت حد. حاجة معزية جدا. ببساطة رب يعني إبليس يقسم المملكة الاثنين، يحيج شعوب للسبي، لكن ربنا يفضل إيه؟ ربنا المحب يفضل يبعث في كل زمن وفي كل مكان، ويفضل يستخدم أشخاص أيا كان طريقتهم وأيا كان تعليمهم وأيا كان وظيفتهم وأيا كان اتولدوا فين، يقدر يفضل يستخدمهم ويرسل
رسائل لشعبه. احنا هنركز في المرحله الاخيره زي ما قلنا، حجاي وزكريا وملاخي، ودي مرحله هنسميها مرحله الرجوع او المرحله الاخيره في العهد القديم. بنحب قوي احنا نقول كلمه مرحله الرجوع دي، ليه؟ لان بتفكرنا بالتوبه. دي مرحله الرجوع والسبي، من اجمل ما يمكن. الاسفار دي معزيه جدا، ابونا داود اتكلمنا معاه ويعني كان مرحب ان احنا نبتدي بيها، لان مرحله معزيه، وخصوصا ان احنا يعني على قد ما نقدر ممكن ناخدها واحنا داخلين كل ما نقرب من صيام الميلاد وكده، هتبقى جميله يعني. المرحله دي فيها سبع ابطال، دول رجال الله، هنسميهم رجال الله، لازم تبقوا عارفينهم كويس، لازم تبقوا حافظينهم، رجال الله دول ابطال مرحله الرجوع. خمسه منهم ليهم اسفار، ركزوا معايا بقى في الحته دي، ولازم نبقى عارفينهم. عزرا ونحمي، الاول كده، عزرا ونحمي، حجاي، زكريا، ملاخي، ليهم اسفار في الكتاب المقدس. وفي بطلين او اتنين من مرحله الرجوع اللي هم يهوشع وزروبابل، ما لهمش اسفار لكن لعبوا دور مهم ورئيسي قوي في المرحله دي. لما بنقول المرحله دي احنا بنقول مرحله الرجوع اللي هي بعد انتهاء السبي البابلي، وايه والثلاث ورجوع الشعب من السبي على ثلاث مراحل. فكان في ابطال: عزرا، نحمية، حجاي، زكريا، ملاخي، يهوشع، زروبابل، منهم ثلاث انبياء وخمس اصفار. اسف. طيب نحطهم كده بقى ايه عشان نعرف اللي حصل، ويعني يا ريت بقى نبتدي. انتوا معاكم كتاب مقدس، يا رب يعني حاولوا بقى تفتحوا معايا بسرعه كده. اول مرحله احنا قلنا الرجوع تم على ثلاث مراحل، خلاص. الفوج الاول، اول مرحله في الرجوع، حصلت تقريبا 538 في الحدود دي، واول بطل ليها اللي بالاحمر ده زروبابل. زروبابل ده كان موجود في الوقت ده، ورجع وكان ورجع لأورشليم، وتعين ساعتها والوالي. طبعا ما كانش فيه ملك خلاص، لأن الملوك كلها كانت انتهت، فتعين ساعتها والي، فزروبابل كان الوالي وقت ده. لو بصيتوا على سفر عزرا، الكلام ده تلاقوه مكتوب في سفر عزرا. سفر عزرا ده اللي بيفتح الكتاب المقدس، ياريت يعني حاولوا نفتح، اللي بيفتح الكتاب المقدس أنا بفتح معاكم، هتلاقوا ايه بعد ايه اخبار ايام، وبعد ايه بعد صمويل ملوك اخبار ايام، هتلاقوا على طول عزرا، يعني ايه متقدم قوي او بدري قوي في الكتاب المقدس. من اول سفر عزرا، من اول اصحاح خالص، هقرا لكم بسرعه، انتوا بتفتحوا الكتاب معايا يا رب. سفر عزرا بعد اخبار ايام على طول معايا. طيب من أول سفر عزرا بيقول إيه في السنة الأولى؟ أول آية في سفر عزرا: في السنة الأولى لكورش الملك فارس، ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرمية، نبه الرب روح كورش ملك فارس، ده ملك فارس اللي هو إيه من مملكة ماديو فارس يعني، فأطلق نداء في كل مملكته بالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس، جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء. كان قوي جدا. وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه يكن إلهه معه، ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. سمح لهم بالعودة لبنى الرب. شوفوا بقى لما ربنا ينبه قلب ملك وثني مش من شعب ربنا، يقول له خلاص ارجعوا ابنوا، ابتدوا ابنوا أورشليم وابنوا الهيكل بتاعكم وارجعوا اتعبدوا. فعزرا برضو إصحاح 2 من أول آية، مين اللي رجع؟ هؤلاء هم بنوا الكورة صعدون من سبي المزبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل. احنا في سفر عزرا إصحاح 2 أول آية: ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته، الذين جاءوا مع زروبابل. أول واحد رجع هو زروبابل، كان قيادة كلها ليه. فده الفوج الأول اللي رجع زروبابل. عملوا إيه؟ رجعوا قعدوا شوية، حطوا أساسات للهيكل، وبعد كده إيه يعني ما عملوش حاجة، وقفوا خالص. وابتدى الشعب بعد شوية سنتين تقريبا يبص، قاعد في أورشليم لقى العملية صعبة والدنيا قاسية جدا والبلد متهدمة خالص،
وفكر ورا لورا شوية اللي كان قاعد يعني كانوا قاعدين في باب المستريحين. فقال طب خلاص بقى طالما الموضوع كده سيبكم موضوع الهيكل ده وتعالوا نبني بيوت لينا. فابتدوا يبنوا بيوت ليهم وهدي خالص العمل وأهملوا بيت ربنا خالص. الحكاية دي استمرت قد إيه؟ استمرت حوالي 15 سنة لحد ما حصل نبوة زكريا وحجاي، أو في الحقيقة حجاي وزكريا، لأن حجاي كان قبل زكريا قبل بشهرين بالظبط. فاللي حصل إن ربنا استخدم زكريا وحجاي ينبهوا الشعب تاني، يقول له إيه ده اللي أنتوا بتعملوه ده؟ أنتوا جيتوا أورشليم هنا عشان تبنوا بيوتكم؟ لو سمحتوا قوموا وابنوا هيكل ربنا تاني. وابتدى الشعب سنة 521 اللي هي ظهرت فيها نبوة زكريا وحجاي يتشجع ويبني البيت تاني. حصلت احتفالية كبيرة وأسسوا الهيكل وعملوا أول فصح. هتلاقوا الكلام ده في عزرة 6، مش هقرأ لكم عشان الوقت. الفوج الثاني ده بالنسبة للفوج الأولاني. يبقى الفوج الأولاني رجع اشتغل شوية في البيت، وقفوا جالهم زكريا وحجاي نبههم تاني، راحوا ابتدوا يشتغلوا وعملوا أول فصح. جاء نزل الفوج الثاني بقيادة بقى عزرة نفسه، والفوج الثاني عدد كان قليل قوي، وعزرة الكاتب أو الكاهن الكاتب كان إيه مهتم جدا بالشريعة، فإيه كان مين اللي بيثبت وبيقرأ لهم الشريعة وبيثبت الشريعة، ده أكبر تارجت كان عنده. بعديه بحوالي 13 سنة أو 12 سنة حاجة زي كده ابتدى نحمية. ونحمية قصته كلكم عارفينها. نحمية لما قولوا شعب إسرائيل شعب الناس من أهله وقالوا الأسوار أسوار أورشليم منهدمة، فابتدى يحن وخد بعضه وراح راجع يبني أسوار أورشليم. ثلاث أفواج أبطلها زروبابل، عزرة، نحمية، كل واحد كان ليه مهمة ما. والأصفار بقى اللي انتوا شايفينها بالأزرق دي بالبلو، إذا كان نبوات أو أصفار سواء عزرة أو نحمية بتحكي القصة دي اللي عايز يعرفها. الممالك اللي موجودة زي ما قلنا مملكة بابل كانت انتهت. أغلب الأحداث دي أو كل الأحداث دي بتحصل في وقت مملكة ميديو فارس، بعدها جت اليونان والمملكة الرومانية اللي جاء فيها المسيح. قصة الرجوع من السبي دي على طول بتفكرنا بأفسس، الآية المكتوبة عندكم تحت اللي هي بتتكلم عن المسيح اللي من خلال الصليب سبى سبيا وأعطى الناس العطايا ونزل إلى أقاصم الأرض السفلى ورجع أولاده كلهم اللي كانوا منتظرينه على الرجاء. يبقى هي قصة هي نفس القصة في العهد القديم وفي العهد الجديد. الله يخلصنا من سبي، أيا كان السبي ده سبي خطية أو سبي تعب أو أيا كان نوعية السبي أو انشغالات، ويرجعنا تاني لحبه. دول أبطال الرجوع. يبقى زاروا بابل وكان معاه في الوقت ده يهوشع، ويهوشع اتولد، يقال ان هو اتولد في بابل، يعني اتولد اساسا في السبي، ويهوشع ساعتها كان الكاهن العظيم او رئيس الكهنة تقريبا. هنشوف قصته. زاروا بابل ونحمية ومعاهم التلات انبياء. ده تقريبا الزوم ان، يعني نقدر نقول عليه زوم ان للمرحلة اللي احنا هندرسها. طيب في وقت أبونا ممكن نكمل نفتح نفسهم شوية عن السفر، خمس دقايق أو سبع دقايق. طيب كلمتين كده بسرعة عشان نفتح نفسكم، ياريت تفتحوا معنا سفر زكريا. سفر زكريا، سفر زكريا متقسم مينلي ثلاث أجزاء. سفر قوي قوي. أول ست إصحاحات شايفين هنا معايا، أول ست إصحاحات هما تسع رؤى بيشوفهم زكريا. رجل في شجر بين شجر الآس، قرون أربعة، واحد بيجي يقيس أورشليم، يهوشع الكاهن العظيم بهدومه كانت يعني قذرة، وبعدين المنارة الذهبية، الدرج الطائر، المرأة اللي في وسط الإيفة، مركبات أربعة، وتاج ليهوشع. تسع رؤى بيحصلوا على مدار ست إصحاحات. خلاص؟ اللي بعد كده هو بيجي الإصحاحات سبعة وثمانية بتتكلم عن العبادة، ومين اللي مركزة عن الصوم. هتلاقوا بعد كده بيتكلم كتير قوي عن الصوم في إصحاحين ورا بعض. يبقى المرحلة الأولانية تسع رؤى في ست إصحاحات، المرحلة الثانية إصحاحين عن العبادة.
يتفضل ايه؟ يتفضل من اصحاح 9 للاخر خالص 14، ودي نبوات نسيانيه في منتهى الدقه كاننا قاعدين في وسط العهد الجديد. بتتكلم عن الفخ ال 30 الفضه، 30 من الفضه اللي اتدفعت. بتتكلم عن بصوا الايه بتاعت التهج جدا يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك ياتي وهو عادل ومنصور ووديع وركب على حمار وعلى جحش بن اتين. في منتهى الدقه احنا بتتخيلوا احنا بنتكلم تقريبا سنه 500 وحاجه، 520 قبل الميلاد، والايات ايات في منتهى الدقه عن المسيح، نبوات مسيانيه في منتهى الدقه مشهوره قوي في سفر زكريا. يبقى تسع رؤى، اصحاحين عباده، نبوات مسيانيه، دي تقريبا خلاصه الاصحاح السفر كله. سفر زكريا هو السفر الاول اللي هنبتدي نقرا فيه ونذاكر فيه ونفر فيه. عايزكم تكونوا مجهزين كده. على فكره هيبقى عندنا بعد كده يعني أسئلة وحاجات زي كده، مسابقات هيعملها لنا جوني، فيعني يركزوا معانا عشان هيبقى فيه كمان مسابقات وحاجات حلوة. طيب لحد ما أبونا يقدر يبقى unmuted. أنا معك بسرعة. أنا معك so far أنا following up yeah. طيب سفر إحنا قدامنا 8 دقايق لأن غالبا مش هيبقى فيه أسئلة كتيرة، وإن كان فيه أسئلة يكتبوها ونجاوبها المرة الجاية، بس انت ممكن تكمل 7-8 دقائق تاني. شكرا يا بون. طيب اللي افتحوا معايا بقى سفر زكريا. سفر زكريا يعتبر يعني السفر اللي قبل الاخير في الكتاب في العهد القديم، اللي قبل الاخير، بعديه على طول ملاخي. حجاي، زكريا، ملاخي. هناخد حتة بس صغيرة كده ندوق بس كده عشان نشجعكم ونحمسكم تكملوا. يبقى حجاي، زكريا، ملاخي. احنا في سفر زكريا من اول العدد واحد خالص. اولا ناخد بس عن زكريا. زكريا بيقول عليه ايه؟ سفر حد يقرأنا، حد يقدر يقرأنا يبقى جميل خالص، يقرأنا اول عدد حتى. مين يقدر يقرأنا؟ تفضل يا بول. بسم الاب والابن الروح القدس الامين. في الشهر السابع من السنه الثانيه داريوس كانت كلمه الرب لزكريا ابن براخيا بن عدو النبي قائلا: قد غضب الرب غضبا على ابائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا الي يكون رب الجنود، فارجع اليكم يكون رب الجنود. لا تكونوا كابائكم الذين نداهم الانبياء الاولون قائلين: هكذا قال رب الجنود: ارجعوا عن طرقكم الشريره عن أعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يكون رب الجنود. طيب آيات حلوة قوي. نتكلم عن زكريا. زكريا احنا قلنا في الأول خالص لو تفتكروا كل نبي اسمه له معنى، والمعنى مرتبط بالنبوة. زي ما انتم شايفين قصادكم زكريا الله يتذكر أو الرب يتذكر، ابن براخيا الرب يبارك، ابن عدو الوقت المعين. معنى جميل خالص بصراحة، يعني الله يتذكر ويبارك لكن في الوقت المعين، يعني ليه وقت يبارك ويتذكر فيه. يعني ما نفتكرش ان الاحداث اللي بتمر ممكن يكون في وقت صعب، لكن الله يتذكر والله يبارك، لكن ابن عدو في الوقت المعين. يعني حتى المعنى في منتهى يعني معز جدا. خدوا بالكم احنا داخلين على منطقة في الكتاب كلها تعزيات وكلها جمال اللي يقعد ويدرس ويتلذذ بيها. زي ما قلنا هناكل يعني عسل أحلى من العسل. الجزء الثاني أو الفكرة الثانية إن هو السفر ده سفر نداء الرجوع. لو الجزء اللي قراه أبونا بيقول إيه؟ رب ارجعوا إلي أرجع إليك، فبحط لهم شروط وهنشوفها المرة الجاية. ارجع هترجعوا إلي هرجع إليكم، أنا بتشوق أرجع إليكم بس أنتوا ارجعوا. الحاجة الثالثة إنه سفر بنسميه النبي ده سفر أو النبي الرافع العينين. يعني إيه النبي الرافع العينين؟ تعالوا بقى إحنا اتفقنا إن أنتوا فاتحين الكتاب المقدس. طيب تعالوا بصوا في عدد، إحنا بنفر كده بس عشان نعودكم تفروا معانا. أنا بفتح معاكم إصحاح الأول عدد 18 بيقول إيه؟ إصحاح الأول عدد 18: فرفعت عيني وإذ نظرت وإذ بأربعة قرون. طيب
إصحاح 2 عدد 1، فرفعت عيني، افتحوا يعني ما تبصوش على السلايد، أحسن تفتحوا. إصحاح 2 عدد 1، فرفعت عيني ونظرت إذ رجل وبيده حبل قياس. تيجي مثلا نمشي شوية ناخد واحدة تانية من إصحاح 5 مثلا، إصحاح 5 اللي هي الدرج الطائر، فعدت ورفعت عيني ونظرت إذ بدرج طائر. في إصحاح 5 عدد 9، ورفعت عيني ونظرت، ويفضل كده طول السفر، ورفعت عيني ورفعت. هو بنسميه النبي الرافع العينين، كل ما يرفع عينيه ربنا يديله ايه رؤية، كل ما يرفع عينيه ربنا يديله رؤية شكل. حاجة جميلة قوي انه ايه الواحد تبقى عينيه لفوق وربنا يبتدي ايه يديله رؤية. السفر هو سفر الرجاء في الحقيقة، يعني كله على بعض نقدر نسميه عليه سفر الرجاء. فالنبي رفع العينين، النبي اللي ربنا بيتذكر، ربنا بيتذكره، اللي ربنا بيبارك فيه، هو ايه سفر الرجاء. طيب هناخد حاجه كمان وخلاص ولا لا مفيش وقت؟ طيب كفايه بس الرايت ترافيك بس اتفضل. طيب اقول حاجه صغيره كمان بس. بصوا بقى حاجه معزيه جدا، بصوا السفر بتاعنا من اول عدد، نرجع تاني لسفر زكريا اصحاح 1 اول عدد خالص، اللي اراه ابونا في الشهر الثامن في السنه الثانيه لداريوس الملك. اول حاجه طبعا مش معزيه، ان لو لاحظت ان التواريخ، ان التاريخ في الفتره دي كان بيتارخ للاسف بملوك وثنيه. قبل كده كان بيقول بملك مثلا حسقيا الملك، السنه الثانيه من مثلا اشعيا كان عزيا الملك، وهكذا. لكن للأسف الفترة دي مفيش ملك، فالتواريخ كلها بتتأرخ بإيه؟ بتاريخ ملوك أرضية، حاجة صعبة قوي. لكن الحاجة في حاجة تانية بقى معزة، يعني هي هنا هو الملوك كلها ملوك عالمية. لكن بصوا بقى كمل، لو بصيتوا على إيه اللي بعديها على طول في آية 7، في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، ده بعديها بقد إيه؟ يبقى المرة الأولانية كان في الشهر الثامن بيكلمه، والمرة الثانية يكلمه في شهر 11، بينهم كام؟ 3 شهور. يبقى ربنا بعت مسج في شهر وبعديها بعديها بثلاث شهور. ليرجع بقى الحجاي، معلش ده السفر اللي قبليه على طول، افتحوه معايا سفر حجاي من أول الإصحاح، حاجة معزية جدا. بصوا بقى ربنا بيعمل إيه في السنة الثانية لداريوس الملك، إصحاح سفر حجاي قبليه بصفحة تقريبا وعدد 1، حجاي 1 عدد 1، في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس من أول الشهر. احنا قلنا أن حجاي في الحقيقة ابتدى قبل زكريا بشهر، السنة الثانية في الشهر السادس. خلاص بصوا بقى عليها بعديها بشوية بقى كده، يمشوا عليها هتلاقوا في إصحاح الثاني من حجاي في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر، وهتلاقوها بعديها شوية بيتكلم عن في الرابع عشر والرابع والعشرين من الشهر التاسع. هتلاقوا الله بيكلم شعبه في الفترة الصعبة دي المتعبة، ورغم انه في الشعب بعيد عنه والشعب مهمله والشعب مش عايز يبني، تقريبا كل شهر ما بين حجاي وزكريا. في الشهر السادس اتكلم، في الشهر السابع اتكلم، في الشهر الثامن اتكلم، في الشهر التاسع اتكلم، في الشهر الحادي عشر اتكلم. حاجة في منتهى التعزية ان الله يتكلم مع شعبه كده بانتظام. الله هو احنا اتفقنا امس واليوم والى الابد، يعني الله اللي اتكلم ده كل مرة في الشهر، النهاردة يكلمك كل يوم تفتح فيه كتابك المقدس. ربنا يدينا نعمة كده نتعزى بالكتاب المقدس كل يوم. انا طولت عليكم وكانت مقدمة وما دخلناش كتير في سفر زكريا، لكن بس عشان ايه نشوقكم للمرة الجاية، لان احنا كل مجد وكرامة الى الابد. شكرا رفيق، ربنا يخليك ويزيدك نعمه وموهبه، وشكرا للخدام. ولا ممكن تأميوت كل الناس دلوقتي اللي عنده تعليق شفوي حاليا يقول. اللي يقدر اللي يحب يأميوت يقدر، يعني
سامعيني يا اولاد؟ هل حد عنده سامعينك يا مشكلة بونا؟ في ال سمعت كل اللي قلته؟ لا يا بونا. طيب، ربنا يعوضك يا رفيق ويزيدك نعمة وموهبة. الخدمة دي اللي هي يوم الأحد من 6 ل 7 لدراسة الكتاب فقط. فأي تعليقات أي اشتراكات هتبقى على الخدمة دي. التعليق يبقى على الخاص أو على الجروب هنا أو على الجروبات اللي أنتوا منضمين فيها على الواتساب. نحب يبقى في انتر اكشن، نحب نحس انك انتوا قريتوا معانا، حضرتوا معانا، عندكم اسئله، احنا مستعدين نعمل هوم ورك ونشتغل ونخدمكم ونخدم نفسنا ونتعزى بكلمه ربنا. احنا بنشكر قدسك يا ابونا على ابونا اللي في مذكرات ولا حاجه هنبعتها على الجروبات يا حبيبي. مين بيتكلم؟ كملي كملي. سلام يا أميلة، أنا مارجو. أنا بس حابة أشكر قدسك على دراسة الكتاب، ونشكر كل الخدام طبعا اللي تعبانين على الخدمة دي. وبس ربنا يخليك. لو ينفع تبعتوا لنا اللي هي السلايد شو اللي عملها رفيق في الأول، لأنها مهمة قوي، مجمعة كده لكل العهد القديم، فحاجة جميلة قوي مش عندنا. حتى لو هتنزل على الريكورد، عملنا ريكورد وهتنزل كلها. أوكي هتنزل كلها. الريكورد ده هيبقى فين يا بونا؟ هيبقى على جروبات برضه، الفاميلي ميتنج وجروبين الشمامسة وجروب درس الكتاب، دراسة الكتاب، 4 جروبات الشهيرة الكبار. أبويا ممكن نحتفظ كمان بيه as a document، يعني ممكن ناخد يعني قدسك تبعت لنا الشيت اللي كان موجود في الأول ده، اللي هو فيه التقسيمة لغاية ما لغاية الانقسام لغاية السبي اللي هي الجزء اللي في الأول خالص. ممكن نستأذن رفيق يبعتها لنا لوحديها as a slide وانت تكتبت على الموبايل. يس بليز أبويا بليز، هي تبقى موجودة في الريكورد وهو بيشرح. هي بتساعد فعلا أبويا جدا في التاريخ كله، يعني يبقى كتر خير. تحت أمرك. ربنا يخليكم، ربنا يبارككم وحافظ عليكم. منتظرين اي تعليقات بالاسئله او بالكتابه. ربنا يخليكم ونالكم سعيد. يا رفيق يا 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 دكتور ميشيل، ايوه عاملين لك اجتماع خدام الاسبوع ده عشان نكمل دردشه. حاضر يا ابونا. تحب امتى يا ابونا؟ وات ايفر، احنا فاضيين عندك من الاثنين للجمعه، الاثنين للخميس عشان الجمعه عندنا خدمه طبعا. طيب حاضر يا ابونا. شكرك يا رب يسوع المسيح على محبتك. نتمنى يا رب ان احنا ندوق الكلمه زي العسل. نتمنى يا رب تشتغل جوانا زي النار، تحرق الاشواق الوحشه وتصفينا وتلهبنا بروحك القدوس. نتمنى تبقى مطرقه يا رب تخبط على باب قلبنا. نتمنى يا رب تبارك الخدام وتبارك اللي حضر وتبارك كل واحد له اشتياق انه يعيش معاك وتمتع بكلمتك. ادينا نعمة رب نخدم ولادك ونحبهم ونوصل لهم محبتك بكل الطرق. لك القوة لك المباركة أم النور الطاهرة جالسة. اذكر كل التعبانين، اذكر كل المرضى، اذكر كل المحتاجين، اذكر كل بأنه متضايقين ومتألمين، اذكر عالم كل رب في هذه الظروف، اذكر اللي عندهم حروب، اذكر رب اللي عندهم إرهاب واللي عندهم مشاكل في بلادهم بالذات في أفغانستان. احفظهم يا رب، احفظ جميع أولادك لأنهم أولادك يا رب وخلقتك، وانت يا رب تريدنا جميعا يخلصون من معرفتك يكبرون. لك القوة لك معك يا أبانا في السموات قدس اسمك يكون باب السماء في الأرض وبدناك أعطي وخلاك لك المشي بمسيح يسوع لك الملك والقوة إلى الأبد آمين.